ان شاء الله فما بشار الغيث النافع وكميات طيبه وطيبه جدا من الامطار الى محلين هامه. وهنا نحكيو على وضعيه جويه قد تكون انذاريه نهايه هذا الاسبوع يومي السبت والاحد. كميات الامطار في مناطق الوسط على غرار القيروان قطوسه محليا مستوى 100 و120 ملم، لذلك علاش صحيح كونه فما بوادر غيث نافع اللي احنا استنيناهم برشا، ما ننساوش اللي كونوا عشنا شتاء شحيح من حيث الامطار في منطقه الوسط ولا الجنوب كيف كيف بالنسبه للفترات الخريفيه. انما الانسان ياخذ بعين الاعتبار هطولات الامطار الكبيره، غزاره الامطار كونه قد يتزامن نشاط السحب العاديه بتساقط التبرير في اماكن محدوده والانخفاض المتوقع في درجه الحراره. ما ننساوش اللي كون الفتره هذه عشنا فيها ايضا هبات ريح قويه وقويه برشا واللي هي قد تستمر نهايه هذا الاسبوع. هذه ممكن المحاور الرئيسيه فيما يتعلق بالنشر الجوي. ما نعرفش المعلوم تاع المطر في مارس ذهب خالص صحيح هذا بينا. صحيح اكيد الغيث ديما نقولوا احنا وين ما تصب تنفع وقت ما تصب تنفع، فان شاء الله يكون فما كل الاثار الايجابيه. وقت اللي نحكيوا على نسبه امتلاء السدود على غير السد الدوار في مناطق الوسط اللي هو في مستوى الصفر بالمئة، فاكيد احنا في حاجه تو مبدئيا في الصفر ما يكونش ممكن حتى 5%. ان شاء الله بعد الاثار هذه المنصوبه هذه باش تتحسن بشكل كبير.